حياكم الله، أحدثكم الآن من أمام قلعة النسور والتي وقعت عندها آخر معارك محمد بن عامر الحاجب المنصور، والذي توفي رحمه الله بعدها في الطريق ودفن في مدينة سالم. هذه قلعة النسور أو آثار قلعة النسور. جزء آخر من البرج وهو من أصل أندلسي إسلامي كما تبين ذلك هذه اللوحة التاريخية. ونظرا لأهمية معركة قلعة النسور، فقد وضع هذا النصب التذكاري للحاجب محمد بن عامر رحمه الله، لأن بعض الروايات الأسبانية أو النصرانية تقول أنه جرح في هذه المعركة، وإنما كانت وفاته متأثرا بجراحة في مدينة سالم في طريق العودة، بينما في رواية أخرى تقول لا، بل كان مريضا أثناء هذه الحملة وتحمل على نفسه رحمه الله وتوفي في طريقه بمدينة سالم، غفر الله للحاجب محمد بن عامر. يعني لم يتم وضع هذا النصب لمثل هذه الشخصية إلا لعظم قدرها في الجزيرة الأندلسية في ذلك الوقت.